السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الحياة السهل مع حياة. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وأتم الصحة والعافية. شكرا جزيلا للدعم ديالكم والتحفيز ديالكم والتعليقاتكم الأكثر من رائعة. كلمة شكر قليلة في حقكم. سؤال اللي تيتكرر على الأذهان ديالنا في هذه الأونة كتير هو كيفية الاهتمام بالنباتات في فصل الشتاء والحفاظ عليها من البرد والصقيع. نحاول نشارك معكم بعض التدابير اللي تنتخذها في هذا الفصل للحفاظ على نباتاتي. وبين قوسين قبل ما نبدأ نتمنى من كل قلبي إلى عجبكم محتوى القناة وكذلك شفتوا إفادة ولو قليلة في هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بواحد لايك وبالبارتاج في مواقع التواصل، وكذلك بالنسبة للناس لأول مرة يزوروا القناة يضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش يبقاو يتوصلوا بالجديد وينضموا لعائلتنا. أول حاجة اللي نقدروا نهتموا بها وأهم نصيحة أننا نوضعوا جميع نباتاتنا في واحد المكان اللي جيد الإضاءة بالقرب من النوافذ أو الشرفات الغربية أو الجنوبية، ونعملوا باستمرار على تنظيف النوافذ من الغبار لاستقطاب أكبر كمية من الضوء، وكذلك تنظيف أوراق النباتات للاستفادة من الضوء. ورفيت لي شاركت معكم كيفية تنظيف أوراق النباتات في حالة عدم توفرنا على مكان جيد الإضاءة. ممكن الاستعانة بالإضاءة الصناعية. ونقطة أخرى بغيت نلفت الانتباه لها هو اختيار مكان يكون بعيد على مصادر الحرارة كالمدفاة والنيران والمكيفات، لأنها تؤدي إلى جفاف حواف الأوراق وكذلك احتراقها. نقطة أخرى بغيت نشير لها هي ضم النباتات على بعضها بهذا الشكل، تعمل على توفير الرطوبة وتدفئة بعضها، تنتج الماء من خلال أوراقها بشكل طبيعي عن طريق النتح، وكذلك تنضمن عدم تأثرها بالتيارات الهوائية. وممكن وضع النباتات في الحمام والمطبخ إذا توفرت الإضاءة الكافية لتستفيد من رطوبة المكان. ويمكن وضع إناء به ماء بجانب النباتات لتوفير الرطوبة المناسبة لها. وكاين طريقة أخرى هي أننا نوضع صينية أو لا إناء به حصى وماء لزيادة الترطيب، مع أخذ عين الاعتبار عدم ملامسة قعر الإناء أو الأصيص أي المحبق للماء حتى لا تتعفن الجذور وبالتالي تلف النبتة. وهالطريقة رفعت شاركتها معكم في حلقة السباتيفيليوم، نبتة السباتيفيليوم، طريقة الأنسب للترطيب ديالها وكذلك لسقايتها. وحاجة أخرى ممكن أننا نعملو على الرش النباتات ديالنا ولكن بشكل مستمر بالرداد، رش بشكل خفيف حتى نحصلو على الرطوبة المناسبة لها واللي ستحتاجها. ونزيد نأكد على نقطة حماية النباتات من مصادر الحرارة كالمدفاة والنيران والمكيفات ولو أنني شرت لها من قبل. نجيو لأهم نقطة اللي تتأدي إلى موت النباتات فصل الشتاء، هي السقاية المناسبة أو كمية سقي نباتاتنا أو كيفية سقيها في هذا الفصل. أهم حاجة أو أهم نصيحة اللي نقدروا نقولوها في هذه النقطة هي ضبط مواقيت السقي مع تقليل كمية السقي، لأن معظم النباتات في هذا الفصل تحتاج إلى كمية أقل من الماء لأن معظمها تقل نموها وكذلك أغلبيتها تدخل في مرحلة سكون. كثرة سقي النبتة يؤدي إلى تعفن جذورها وتلفها. هذه النقطة دائما تنشير لها هو أن تعطيش النبتة تؤدي إلى ذبولها
ولكن اقل خطر او اقل ضرر من كثره سقيها، لان كثره سقيها يعني تعفن الجذور، تلف النبته وبالتالي موتها. اما التعطيش او الذبول ممكن نتركوا هذا الامر. حاجه اخرى هي جفاف سطح التربه ليس معيار لاحتياجها للسقي، ضروري من فحص التربه بعمق 5 سنتيمترات او اكثر لنتمكن من معرفه احتياجاتها للماء، وكذلك ننتبه لسقايه النبته بمياه مقاربه لدرجه حراره المكان التي تتواجد به النباتات حتى لا تصاب بصدمه تغير درجه الحراره. ضروري ما نوضعوا واحد الاناء فيه ماء بجانب النباتات، تيعمل كيف ما قلت من قبل على ترطيب النباتات، وكذلك تياخذ درجه حراره النباتات، اي الى سقيناه بها ما تيكونش عليها ضرر. مع الاخذ بالحسبان احتياجات كل نبتة، اي النباتات التي لا تحتاج الى ري كثير مثل الصباريات نجمعوها في مكان لوحدها، لان ربما تقدر تحتاج سوى مرة واحدة في الشهر للسقي. والنبات اللي النباتات اللي تحتاج الى الرطوبة باستمرار والسقي كذلك نجمعوها في مكان لوحدها. نقطة أخرى هي ضروري من حماية الصباريات من الأمطار وعدم سقيها فصل الشتاء. تنأكد على نقطة هذه النقطة، ربما تحتاج إلى سقي خفيف مرة كل شهر، هي والعصاريات. ونعملوا على تغطية نباتاتنا المتواجدة خارج البيت بالليل لحمايتها من البرد او الصقيع على حسب النبتة، اما بقطعة بلاستيك او لا بقارورة قارورات، ونعملوا على فتح القارورة من الاعلى لتهوية النبتة. وهناك العديد من طرق لتغطية النباتات، وهناك حيل تنعملها لتسخين النباتات، اي اننا نوضع بعض القش بجانب جذور النباتات ببعد 3 سنتيمترات او بعض النشارة بجانبها. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو وينال الاستحسان ديالكم، وتشاركوني التدابير اللي تتاخذوها في هذا الفصل للحفاظ على نباتاتكم في التعليقات. ونتمنى من كل قلبي انكم تستفدوا منه ولو معلومة بسيطة، وتعملوا على نشره في مواقع التواصل اي بالبارتاج، وكذلك برفعوا الاكبر عدد ممكن من اللايكات. وبالنسبة للناس لاول مرة يزوروا القناة يضغطوا على زر الاشتراك اي صابوني والجرس باش دائما يتوصلوا بجديد القناة وينضموا لعائلة الحياة اسهل مع حياة. ومرحبا بجميع تعليقاتكم وكذلك بجميع انتقاداتكم.